الكرة الأرضية كلها وزنها يزيد. من عام 1908 لليوم زاد عدد الأمتان بالعالم أكثر من الضعف. وتخيل يا سعيد أن الحين كثرة الأكل تقتل الناس أكثر من قلة الأكل. حالياً أكثر من 2 ملياري إنسان وزنهم أعلى من المعدل، بينهم 600 مليون مصابين بالسمنة. إيه 600 مليون. بحلول العام الجاري أكثر من 1/3 البالغين بالولايات المتحدة الأمريكية عندهم وزن زايد أو مصابين بالسمنة. أما عندنا في الإمارات فتعرفون أكثر مني، وسيروا على أي فود كورت في المول عشان تتأكدون. المصيبة أن أسرع معدلات انتشار السمنة هي بين الأطفال. حالياً عدد الأطفال تحت سن 5 سنوات والمصابين بالسمنة قرب من 50 مليون. المشكلة ما عادت حصرية بالدول الغنية، لكن انتشرت أيضاً في البلدان النامية، خاصة في المدن، لدرجة أن سمنة الأطفال فيها أعلى ب30% من الدول الغنية. شو نسوي يا دكتور؟ الجواب بسيط، أكل صحي ومتوازن وشوية رياضة وتمارين توعية الأطفال. بس شو رأيك يا سعيد تستبدل الحلاوة بهالتفاحة؟ عساكم دوم صحة وسعادة.